اني ارجع يا ابو ناصر عند موضوعنا الاساسي، هو موضوع شكري. حسب معلوماتي انه خالد شكري استغني عنه في فتره سابقه في الاتحاد السعودي، من الاتحاد السعودي في عهد الرئيس احمد عيد، من بعد قضيه الاهلي. الرجل في فتره عاد بدون اي شيء واضح، والان استغناء مره ثانيه، وضح كمرسوم على وجهك ابو ناصر، واضح ان في شيء. والله شوف، يعني المواضيع هذه انا يعني اجد صعوبه في الدخول فيها لتعقيدها، واظن انه يعني احنا بحاجه، لان المسؤول هو اللي يتكلم، يعني اللي اقاله ليش اقاله، اللي رجعه ليش رجعه، اللي يعني من اللي اقاله؟ السؤال الاول اللي قبل، من اللي اقاله؟ يعني الرجل ظهرت يعني حوله كثير من اللغط، وظهر حوله كثير من يعني مواضيع كثيرة تحدثت عنها إعلاميا وعلى صعيد الجماهير وأندية، يعني قضايا لاعبين، قضايا كثيرة لابد يعني يكون فيه. احنا يعني مثل اللي جالسين نتفرج، ما ندري والله وش الفكرة وش اللي صاير، لابد يعني ولا ودنا حتى يعني نطلق بعض الأحكام واحنا ما عندنا أدلة. بس واضح انت ما تتكلم، انت ما الآن جيت وحطيت لجنة للتحقيق مع خالد شكري الا اذا كانت في يعني على الاقل في شبهه في هذا الموضوع. شوف، رياضتنا فيها كثير من الشبه، هذا واضح من خلال الان هيئه الرياضه جايه، واضح ان طب هذا التصرف الصحيح. يعني انا بسالك سؤال الحين، موضوع مثلا نادي الاتحاد لما جاء قرار الهيئه بتحويل تحويلها الى هيئه الرقابه والتحقيق وانها الى النيابه، طيب يعني هذا القرار يعني قرار مفروض انه يصير من زمان، يعني احنا يعني تبلد فينا الاحساس كجماهير انه نشوف الغلط وصلنا نتعود عليه، يعني نشوف ديون الاتحاد 300 مليون وعادي، نشوف في النصر مشاكل عادي، نشوف في الانديه ما عاد صار عندنا يعني شيء نستغربه، والله ليش الموضوع هذا صار كذا، ليش اللاعب الاجنبي اشتراه النادي الفلاني بمبلغ 50 مليون، ليش يلغي عقد المدرب وبعدين يصير عليه قضيه ب 20 30 مليون، اصبحنا نتعامل معه بشكل عادي، وهذا هو الغلط. من كثر ما نشوف الغلط اصبح صار شيء طبيعي. كان عندنا نظام الان هيئه الرياضه الان جايه يعني سايقه قطار، القطار هذا ماشي الى ان ان شاء الله يعني ينظف كل ما حوله. نقول تطوير وقت. نقول يعني تطوير يعني. عملية جراحية، شوف اللي صاير الحين، هيئة الرياضة تجري عملية تدخل جراحي عاجل، والعمليات الجراحية هذه لها ضحايا، فيها بتر وفيها فيها تدخل وآلام فيها ضحايا وآلام ومتضررين. قضية شكري فيها ضحايا؟ تتوقع فيها ضحايا؟ والله هي فيها أسماء كبيرة، إذا في تحقيق بيكون قوي واكيد اكيد بيكون مثل اي شيء، طالما كل قضيه تطرح وكل قرار يكون يعني مختوم بوقت لانهائه وبيستمر الوضع على هذا، باذن الله بنشوف نتائج يعني طيبه على المستقبل، باذن الله المستقبل قريب وليس البعيد.